ذاتي أنساتي سادتي، ينطلق الشوط السابع الآن، تنطلق بطولة دبي تير برعاية موانئ دبي العالمية. مسافة ال 1800 متر أو 9 فورلونج هنا في سباق من الفئة الأولى لجروب 1 مخصص لعمر الأربع سنوات فما فوق بمشاركة 14 خيل من الخيول المهجنة الأصيلة. الصدارة المبكرة بالنسبة لبانتلاسا مع ياتاكا يوشيدا، المركز الثاني التواجد بالنسبة للورد نورث مع فرانكي ديتوري، على اليمين هناك كولونيل ليام مع إيراد أورتيز، بينما على السياج الداخلي نلاحظ وجود ديزرت فاير مع باتريك أوسغريف خلف تماما بالشعار الأصفر ماي أوبيرون مع توم ماركواند، ثم في المنتصف أيضا لدينا فانديغاردي مع ميكائيل برسلونا. السباق حتى الآن في منتصف المسافة، وبالتالي ننتظر منافسة قوية وكبيرة. بنتلاسة لازال مع ياتاكا يوشيدا في المركز الأول، في المركز الثاني كولونيل ليام على السياج الخارجي مع إيراد أورتيز، بينما أيضا على السياج الداخلي التواجد بالنسبة لديزرت فاير وباتريك كوزغريف، هناك أيضا نلاحظ التواجد بالنسبة لسافرون مع هولي دويل، بينما الآن عملية الالتفاف وبعد ذلك الذهاب إلى الخط المستقيم. الفارس هولي دويل على ظهر سافرون بيتش تحاول بكل قوة أن تنافس وتهدد، لكن الصدارة لازالت مع بانتلاسة وياتاكا يوشيدا. شاهد عملية الانطلاق الآن، كولونيل ليام يحاول مع إيراد أورتيز، لكن أيضا هناك لورد نورث مع فرانكي ديتوري. يا سلام على هذه الانطلاقة القوية، بانتلاسا لازال مع ياتاكا يوشيدا، ياتاكا يوشيدا يهدد الآن، يا سلام على الانقضاض، هل سيفعلها لورد نورث الآن؟ فرانكي ديتوري، لكن أيضا فانديغاردي، فانديغاردي، هل ستحتاج إلى فوتو فينش؟ دخول ثلاثي على النهاية لمن كانت الغلبة يا ترى؟ هل إلى